ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية تنص على أن التسلل خارج هذه البلدة في مثل هذه الحال دون ضرورة تدعو إلى ذلك فرار من الزحف. والفرار من الزحف لا أقول أمر محرم، بل هو كبيرة من الكبائر بنص تقرؤونه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن لكل قاعدة شذوذة. الناس الذين شردوا عن بيوتهم التي هدمت أو التي اغتصبت عنهم ووجدوا أنفسهم أصبحوا في العراء، وكانت لهم أرحام أقارب في بلاد مجاورة أخرى، فلهم الحق أن يغادروا إلى حيث يبتعدون عن الهلاك وأسبابه. هذه حالة استثنائية يستثنيها علماء الشريعة الإسلامية. أما الناس الذين أكرمهم الله، لا أقول بالضروري من الرزق بل بالحاجي من الرزق، وأكرمهم الله بالمنزل الفاره، وأكرمهم الله بالأمن حولهم وفيما يحيط بهم، هل لهم أن يغادروا هذه الأرض لأن خطر حرب من النوع الذي ذكرته لكم قد داهمها؟ هل لهم أن يذهبوا فينتجعوا في أقطار الدنيا مزيدا من الرزق؟ هل لهم أن يخرجوا من هذه الأرض فينتجعوا مكانا أكثر أمنا وطمأنينة لهم؟ لا يا عباد الله، هذا ما ينهى عنه ربنا في محكم تبيانه، وهذا ما حذر عنه رسول ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. أمني جزء من أمنك، وأمنك يا أخي جزء من أمني، نتعاون معا من أجل إيجاد نسيج الأمن على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.